مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل نشرتنا المحلية لظهيرة اليوم. والبداية من ولاية جيجل، أين يواجه السكان مختلف القرى والمداشر التابعة لبلدية العنصر أزمة عطش غير مسبوقة، حيث يضطر الكثير من هؤلاء على غرار القطنين بدوار تلمام لقطع عشرات الكيلومترات لأجل البحث عن منبع طبيعي قصد الحصول على مياه شرب. ميكروفون أيمن عبد الرحيم. شهر رمضان مشيت 1000 كيلومتر خدام، نجي للدار ما نصيبش الماء، هنا من ضروك بالملموس يعطيني الماء نشرب، نخدم ولا نحوس على الماء. راني نسكن في تاي الماء من الدول فوق 18 سنه ما عنديش الماء، العين ما كانش ويقول لك خلص، منين نخلص انا؟ ياه، هناك في منطقه تاي المام تم تجديد المضخه والعمليه تجديد قنوات المياه راهي قائمة والمشروع راه مفتوح. لما نتم استلام هذه القنوات سوف يتم تزويد سكان تاي المام وطهر الضاب بالمياه الصالحة للشرب. في موضوع آخر، وقبل انقضاء شهر رمضان تتباين قراءات القرآن الكريم بين الضامن لتلاوة صحيحة باعتماد الترتيل والقراءات الدينية المتعارف عليها وبين القراءة العادية للمصحف الشريف، والجميع في مسعى الخير يسعى ويعمل. التقرير لسفيان بوغون. على مدار أيام وليالي شهر رمضان ارتسمت معالم حفظ القرآن بالمساجد في ميلا، وتباينت آليات ذلك بين القرآن والترتيل باحترام شروط التلاوة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تعتبر قراءة القرآن كالصحف أو الكتب أو النقاشات، فهي تخضع لمقاييس علمية دينية، فلكل حرف مدلولاته ولكل اسم مخرجه من أفواهنا. للمدرسة القرآنية دور كبير في تعليم الأطفال والناشئة القرآن الكريم وقراءته قراءة صحيحة، وذلك بتعليمهم مخارج الحروف، وخاصة في هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان وهو شهر القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تربية الناشئة في الشهر العظيم بقراءة القرآن يجعل الالتزام القرآني ورتل القرآن ترتيلا لضمان قراءة وحفظ سوي. تواصل زاوية سيدي عطلة بولاية الأغواط منذ سنة 1919 مسيرتها في تحفيظ القرآن الكريم بالطرق التقليدية، حيث تقوم الزاوية بنشر التعاليم الإسلامية على الطريقة التقليدية التي لا زالت راسخة فيها. التقرير لسعداوي العرج وورد عقشيش. زاوية أولاد سيدي عطلة الواقعة ببلدية تويالة بالأغواط تعد من بين أقدم الزوايا بالمنطقة، أين تعد قبلة لطالبي العلم أطفالا وكهول لحفظ القرآن الكريم بالطريقة التقليدية. الإقبال على زاوية أولاد سيدي عطلة تراجع بشكل كبير خلال شهر رمضان بالمقارنة مع باقي الأشهر. في رمضان حاجة قليلة بر، في الإفطار نسبة التلاميذ أحسن، في رمضان أقل، ولا الدراسة تبدأ من الصباح من 6:30 حتى 9 ولا 8:30، من العشرة من 3:30 حتى 5. ورغم الاهتمام الذي توليه المصالح المعنية لهذه الزاوية، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم خاصة في الشق البيداغوجي لتستقطب المزيد من حافظة القرآن. المنارة التي تعتبر ربما من أكبر الزوايا، إلا أنها ربما تحتاج ربما إلى معلم قرآن، وتحتاج ربما إلى دعم أكثر من السلطات المحلية، خاصة مع العلم بأن يعني بلدية تويالة ربما بها نقص في المدارس القرآنية إذا قارناها مثلا بالبلديات المجاورة. الزوايا التي لعبت دورا كبيرا إبان فترة الاحتلال في محاربة محاولات مسح الهوية الوطنية،
تساهم الآن في تلقين مختلف أنواع المعارف. شهد مسجد عمر بن الخطاب بمدينة إيلاميناس بولاية إليزي وبمناسبة نهاية الشهر الفضيل حفلا تكريميا للعديد من حفظة القرآن الكريم وكذا ندوات ثقافية وفكرية أشرف على تأطيرها أئمة وخطباء مساجد الولاية. قبل أيام من عيد الفطر تشهد مختلف محلات بيع الحلويات بولاية قسنطينة إقبالا كبيرا على اقتناء الحلويات التقليدية المخصصة لعيد الفطر جاهزة بدل تحضيرها في المنزل، هذا وأصبحت هذه العادة تعكس حقيقة قسنطينة التي تعرف بعادتها وتقاليدها في استقبال عيد الفطر منذ القدم. ميكروفون عبد الجليل حنتيس وهشام طلبي. نخدموا الحلويات تاع رمضان، هذا حلويات تقليديه كما نقولوا لي غاتو ساك، كنخدموا مو عندنا داك واش عادوا كانوا نخدموا لي المقرود، داك المقرود التراك، بقلاوه، قطايف، صابلي درك ناقص عادوا شويه في الديار ما يخدموش، عادوا كون يصيبوا عادوا يشريوا، تقول لك نشري خير وما نخدمش. اذا القاطو هذا اللي يشروه جاهز، هو تقريبا سهوله للمراه اللي في البيت، هو مشقه رمضان وتعبه رمضان والمشاكل تاع الشربه ومشاكل تاع الطيب، وخاصه السخانه اللي راهي درك ما تخليش المراه طيب في راحتها وتتقن هذا الكعك هذا. يستحسن، كاين ناس اللي ربما ما يحبوش، وربما كاين ناس تخدموا في هذه المؤسسات هذه تاع المخابز تخدموا بطريقه جيده، علاش لا ما يشروش بطريقه وهو يتجنب المراه ربما المشقه. أخبارنا لا زالت متواصلة دون انقطاع، ابقوا معنا. ما تشاهدونه ليس فيلما سينمائيا، ليست صوراً من حرب النجوم، إنها حقيقة الواقع. الصاروخ اللي جا علينا، راح اخويا بشقه احنا رحنا بشقه. وناسد كل العرب انهم يحبونا، يحبونا من هذا العدوان القاهر. الارقام التي تزداد ليست مجرد ارقام، وانما أرواح تزهق كل دقيقة. لا إله إلا الله. على هذه الأرض حسبي الله ونعم الوكيل، فيهم حرموني من أبوي وأنا صغيرة. هذا هي ابن سيد، إيش ذنبه؟ يحدث في غزة